إيه هي أهمية هذه القمة؟ أهميتها كبيرة جدا، لأنه أفريقيا أوروبا هي أقرب قارة لها، وأوروبا دي القارة التي يعني بعض دولها هي القارة اللي احتلتنا ودمرت مواردنا، وما زلنا ندفع ثمن هذا الاحتلال لحد دلوقتي. لكن في النهاية العلاقات الدولية لا تعتمد فقط على الماضي والجراح، والناس بتحاول تستفيد من بعضها البعض. احنا محتاجين، احنا كأفريقيا محتاجين أوروبا احتياج كبير جدا، زي ما محتاجين أمريكا ومحتاجين الصين وروسيا والدول الكبرى، لأنه لا يمكن للقارة الأفريقية بمواردها اللي موجودة دلوقتي وبالنوعية الإدارة اللي فيها ونوعية غالبية الأنظمة اللي موجودة فيها إن هي تمشي بهذه الطريقة وتكمل الطريق. فأنت محتاج العالم كله معاك عشان تعيش. فالقمة دي زي ما حضرتك تفضلت، أول نسخة كانت موجودة في مصر، اتعملت سنة 2000، اتعملت 6 نسخ لحد دلوقتي، كان آخر واحدة فيهم في أبيديجان عاصمة الساحل العاج. والقمة دي كان يفترض إن هي تعقد من 2 سنين، لكن بسبب كورونا، الكورونا أجلت حاجات كتيرة كان من ضمنهم هذه القمة. إحنا عايزين إيه من إحنا أفريقيا محتاجين إيه من أوروبا؟ طول الوقت أحد أسباب سوء العلاقة أو أسباب فشل معظم صيغ العلاقة إن كان يتم اختزالها فقط في الفلوس، ادينا فلوس عشان ننمي ونعمل تنمية. كانت أوروبا للأمانة بتدفع يعني بعض المساعدات النقدية بين الحين والآخر، لكن بما أنه فيه أحد مشاكل قارة أفريقيا هو الفساد، فالفلوس اللي بتيجي سواء من أوروبا أو من الصين أو من الدول الكبرى للتنمية جزء كبير جدا منها بسبب غياب الحوكمة والرشادة السياسية وسوء الإدارة وسوء الفساد في معظم الدول الأفريقية مش كلها، فكانت بتهدر بتروح على طبقات من الفاسدين اللي هم بيحكموا أو العناصر الحكم. فبالتالي هذا الفساد أثر كثيرا في فكرة استفادة القارة الأفريقية من المساعدات اللي بتجيلها. ثم إنه الدول الأوروبية، بعض الدول الأوروبية أيضا يعني هم مش ملائكة، هو عايز ياخد منك المواد الخام طول الوقت. المواد الخام لما بياخدها من عندك بيرجع حالك مواد كاملة الصنع، فبتدفع فيها فلوس كتيرة جدا. يعني وأنا بقلب وأنا بذاكر قبل ما أجي لحضرتك، الرقم ملفت جدا انه الاتحاد الاوروبي صدر لافريقيا ب 140 مليار يورو، وافريقيا صدرت للاتحاد الاوروبي ب 114 مليار. فرقم كبير وكويس جدا، بس هو مش كويس للاسف، لان دي مواد خام انت بتاخدها، مش ما بتعملش تصنيع، انت بتطلع المطاط ولا البترول ولا الغاز ولا المعادن ولا اليورانيوم، وهم بياخدوها. والصين بتشارك في ده على فكره، مش الدول الغربيه بس، الصين هي المستثمر الأكبر في 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 القارة الأفريقية دلوقتي. فبياخدوا منك هذه المواد الخام كلها ويرجع حالك. فبالتالي طول الوقت كان النقاش حوالين ايه؟ جوهر العلاقة، يا اخوانا ساعدونا ان احنا نعمل تصنيع، يبقى في استثمار حقيقي عشان يخلق فرص عمل فالناس تستقر وتشتغل، بدل ما تطلبونا طول الوقت المطلب الاوروبي الاساسي من الدول الافريقيه وقف الهجره غير الشرعيه. كويس، محدش لا احد يطالب بالهجره غير الشرعيه لان هي بتموت الناس في البحر. طيب عشان الناس ما تهاجرش، ما هو محتاج يبقى فيه امل موجود، لازم يبقى فيه اولا تنظيم للهجره الشرعيه، خد الناس الكويسه اللي بتعمل لها اختبارات يروح عندك، بس اعمل استثمار حقيقي، عوض القاره الافريقيه عن سنوات القهر والعبوديه والاستغلال، واعمل تصنيع حقيقي في هذه القارة، فبالتالي يبقى في فرص عمل، فالناس ما تخاطرش وتروح. في مشكلة أكبر طبعا جت كورونا. كورونا يعني أثرت في العالم كله، بس تأثيرها في أفريقيا أكتر. لحد دلوقتي أفريقيا نسبة التطعيم اللي فيها لا تزيد عن 11%. فدي مشكلة، يعني لولا ستر ربنا إن معظم القارة نسب الإصابات أقل بالمقارنة بدول أخرى. طبعا ليس للرعاية الصحية ولا التقدم ولا لأسباب لا نعلمها لحد دلوقتي، يعني ربما يكون منها المناخ، التحصينات صحيح. ضد أمراض شائعة في طب الوقائي ماشي، أو طب المناطق الحارة. طبعا في قضايا كتيرة جدا واحنا بنتناقش منها، مثلا قضية المناخ. العالم المتقدم ومنه أوروبا وعدوا الأفارقة أكثر من مرة بتمويلات مستمرة، وكان اخر رقم تم الاتفاق عليه هو 100 مليار دولار عشان تساعد افريقيا في التكيف مع متطلبات
محاربة التغير المناخي. هي فكرة التغير المناخي باختصار بالنسبة لأفريقيا؟ ان انت لا تستعمل الوقود الاحفوري مثلا اللي هو الفحم والغاز والبترول, وتبتدي تعتمد على المصادر الطاقة النظيفة التي لا تسبب التلوث. بس هذه المصادر غالية, عشان تستعملها عايز فلوس كتير, عايز تبني بنية تحتية كبيرة جدا عشان تعمل ده. طيب الأوروبا أو العالم المتقدم والدول الصناعية الكبرى وعدت بحاجات ما دفعتهاش. والسيد الرئيس من حوالي كام يوم كان في حدث مهم في المؤتمر بتاع البترول, معرض المؤتمر البترول, كان بيسأل سؤال ربما يكون هو سؤال استنكاري, انه بيقول هل أفريقيا جاهزة وقادرة على عملية التحول في التعامل مع المناخ, يعني بهذه البنية التحتية المتدهورة والاضطرابات السياسية والاضطرابات الكثيرة ومشاكل وتداعيات كورونا, هل القارة دي بظروفها الحالية أو معظم دولها قادرة على أن هي تتكيف وتنتقل من عصر من المسببات التي تساعد في التغير المناخي بحيث أنها تتفاعل أكثر مع, إذا كانت أمريكا والصين حتى هذه اللحظة تحارب بضراوة, والهند والدول الصناعية الكبرى ان هي يعني تتعامل مع الطاقة النظيفة. فهل انا ظني لا, الا اذا حصلت معجزة. ليه ما حدش عايز يتعامل؟ لا, لان حضرتك لما تكون بتنتج سلعة, الصين بتغزو العالم بسلاحها كلها, بس هي بتنتج لك السلعة, انت بتشتري السلعة الصينية انها رخيصة. رخيصة لان في جزء منها معتمدة على وقود تقليدي جدا, هذا الوقود يسبب تلوث في البيئة او احتباس حراري. عشان تعمل سلعة يعني صديقة للبيئة هتتكلف فلوس أكتر. فبالتالي اللي بيخسر ترامب, تتذكر انه انسحب من اتفاقية باريس للمناخ لانه بيقول لك ان انا لو التزمت بيها هيؤثر على الكبار المنتجين الامريكيين, وده جمهوره الانتخابي. فبالتالي لا, فليحترق الكوكب بس في مقابل ان هؤلاء التدفقات المالية تستمر بالنسبة لهم. فالمسألة متداخلة جدا جدا, بس التحدي بيه أصعب في حاجات كتيرة جدا, أهمها مسألة المناخ.